قول التشكيل اللي انت نفسك تشوف بيه منتخب مصر في مباراه الكاميرون. انا بصراحه البطوله دي عاجبني جدا فتوح، عاجبني عمر الاول ابو جبل في حراسه المرمى ان شاء الله هيلحق. في لعيبه مميزه جدا يا كابتن. ابو جبل كان في اتصال بيني وبينه طبعا، بطمن عليهم كلهم الحمد لله، الدنيا كويسه جدا. ابو جبل بنسبه كبيره هيلعب، لانه كان قايلين ان هو ان شاء الله هيلحق وبيقدم بشكل كويس. وشفنا الشناوي، مش هننسى دور الشناوي طبعا، افضل حارس في الدور الاول في البطوله. ده اللي انا قلته، كنت في احدى البرامج كنت سالت، فقالوا لي مين في حراس مرمى كويسين وفي مش عارف بتاع ايه وبتاع، قلت لهم مفيش غير الشناء هو المميز. بعدها باسبوع الاتحاد الافريقي اختاره من افضل الحراس